بسم الله الرحمن الرحيم، معاك اخوكم موكا مصري من معرض غصن الزيتون لتجاره السيارات. النهارده بالشرف ان احنا بنسلم عربيه سوزوكي فان اس زد اكس، العربيه الكامله كل شيء اللي بفضل الله اكتسحت السوق. بنسلمها لاخونا وحبيبنا اللي شرفنا نتعرف عليه. نتعرف عليك يا استاذ احمد عمر. ان شاء الله حبيبي. عم احمد منين؟ من الحمديه. الحمديه جنبنا هنا احسن ناس. اول حاجه شرفنا في معرض غصن الزيتون يا ريس. الله يسلمك يا باشا. الله يكرمك يا باشا. انت عرفت ليه المعرض ده؟ عن طريق ايه؟ السوشيال ميديا والكلام ده، ولا حد دلك على المعرض؟ والله لا، كتير دل عليه وشكر هنا في المكان في المعامله وفي كل حاجه. فجينا على الكلام، على السيره الكويسه يعني. الله يبارك لك يا استاذ. العربيه بقى الاس زد اللي انت اخترتها دي لقيتها موجوده في اي حته؟ والله انا على طول جيت على المعرض عندكم، تمام، واتكلمت. اول ما اتكلمنا مع الناس، يا جماعه نجيب منين؟ قالوا هنا معرض غصن الزيتون، تعالى اتعامل معايا. جينا اتعاملنا معاه، وصراحه انا اول مره اشتري العربيه السوزوكي الفان، اول مره، وان شاء الله تكون معامله خير. خير علينا وعليك ان شاء الله سعاده الباشا. ان شاء الله ربنا ان شاء الله يديك خير ويكفيك شر، وما تكونش على اخر تعامل ما بيننا. ان شاء الله ربنا يكرم. ان شاء الله اكيد في تعاملات تاني. الله يسلمك. الف مبروك يا مسلم. الف مبروك يا سعاده.